صوتي ناداني ولبيت النداله طارق الليلة وأشعار فداله والذي يبغى طل القيس أجيبوه. صوتي ناداني ولبيت النداله طارق الليلة وأشعار فداله والذي يبغى طل القيس أجيبه. أنظم المعنى على شان معاني لا حشا والله ما يكذب لساني وصفهم والله صعيب مثل أبوك فايق على كل المدايح ذبحت 2000 بيمين وذبايح وعدبوا 2000 انتظار ذا محمد صاحب اليد السخية ذا محمد صاحب اليد السخية لو عطى والله ما يعطي شوية بالربع ساخ اليمين شوعي جدك بالله منه مثل جدك بل عطى والجود ذا شوعي مدك والنعم جدك ألوف أما أبو عيسى فعمك ما يبالي أما أبو عيسى فعمك ما يبالي لا وقف يوقف ترى مثل الجبال والنعم بو ما يهون أما أبو فيصل فما كبخ لحالك هذا خالك والنعم مليون خالك لا دع الداعي يجيب أما ماجد نعمة والله الأخ ماجد أما ماجد والله نعمة الأخ ماجد هذا واحد بس يسوى 1000 واحد والأخ يلقى أخوه يا طلال أولاد عمك في يمينك يا طلال أولاد عمك في يمينك ذا علي دايم ترى والله يعينك والنعم بولاد عمك أما سمي قامي في حق السمايا والسمايا يا طلال قالوا حمايا من زمان السابقين ومحمد قام بالواجب وأكثر ومحمد قام بالواجب وأكثر وربع والله عنك ما تأخر للمهم ما جاهزين أما أصحابك فعنك ما تخلوا أما أصحابك فعنك ما تخلوا عند دارك قايمين الليل حلوا للمهم ما جاهزين هذا عبد الله بن راشد هذا بن عبد الله راشد والذي بفعاله زايد ذاك أحمد بن خضير ولا نسيت الليل حامد والعقيل مهدي واحد يا طلاليس وولوف عبد الله صرر والله ما يقصر معاكم وقت ما تبغن عبد الله أجاكم والنعم فاصحابك اللي ما تناسوه ولا نسيت الليل صديق أبو راشد والنعم مليون في مليون براشد والنعم والله فيه معرفتكم يا قيوس ما هي خسارة معرفتكم يا القيوس ما هي خسارة القيوس دايم تراهم في الصدارة من زمان السابقين معرفتكم يا القيوس ما هي خسارة معرفتكم يا القيوس ما هي خسارة القيوس دايم تراهم في الصدارة من زمان السابقين كل قيس لارتكال الحمل شالوه